كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. اليوم كان الانتخاب ديال الرئيس وترتيب النواب، الرئيس وانتخاب كاتب المجلس ونائبه ديال هذه المؤسسة نتاع التعاون بين الجماعات الصورة للنقل. وهذه هي أول تجربة على ما أظن، تجربة في الجهة نتاع جهة مراكش في الصورة لإحداث هذه المؤسسة. كاين واقيلا مجموعة الجماعات، كاين مشاريع أخرى جاية نتاع مجموعة الجماعات، ولكن هذه هي أول مؤسسة تعاون بين الجماعات. وأنا شد فخور اليوم الثقة اللي عطاوني الأعضاء ديال هذه الجماعة ديال هذه المؤسسة، من رؤساء جماعات ومنتدبين ديال الجماعات المكونة لهذه المؤسسة لرئاسة هذه المؤسسة التعاون بين الجماعات الصورة للنقل. وكيف ما تعرف الجميع، والصورة زعما خاصة كانت خاصة المؤسسة تحدث، وخاص النقل بين الجماعات، النقل الحضاري والشبه حضاري يطور التطلعات نتاع الساكنه، اولا الساكنه نتاع الاقليم، لان الاسطول الاقدام الاسطول نتاع الحافلات فريمون زعما الى ديباسي. كنتمنوا دابا كاين حتى الدعم من جهات لا من المغرب لا من خارج المغرب. وهنا اخص بالذكر وزاره الداخليه اللي مخصصه واحد الدعم مهم للنقل الشبه الحضري والشبه الحضاري، وايضا كاين دعم اخر من مؤسسات خارج الوطن اجنبيه اللي تايا تساهم دورها تايا في تمويل هذا المشروع. ونتمنوا في الاشهر القادمه المقبله نطوروا بعد هاد الحافلات اللي غادي يكونوا حافلات في مستوى جد عالي اللي غايجولوا في 19 جماعه، ولما لا نمشيو لجماعات اخرين، للناس والاقليم تاع الصوره في 57 جماعه، وكيف ما كنشوف اقاليم اخرى ولا في جهات اخرى النقل الحضري والشبه الحضري تتنقل من اقليم لاقليم. مراكش على سبيل المثال، مراكش تتلقى الحافلات تتنقلوا حتى لشيشاوه الاقليم اخر، لما لا صوره تاعي تكون عندها هذه الامكانيه. وهذا ما يمكن غير يجلب بعدا استثمارات و واحد ينعش الاقتصاد ديال الاقليم ديالنا. وحاليا دابا الصوره هي المستفيد على ما اظن الاكبر في النقل، لان الناس ديال الجماعات القرويه كلهم تيجيو للصوره، وما كاين زعما عارف واحد الاتجاه، ما كاينش الناس نتاع الصوره ما يقدروش يمشيو للجماعات، لان النقل ما تيكونش في الوقت ولا الحافلات ماشي في المستوى ديال باش زعما الناس يصيفطوا وليداتهم مهنيين فيهم ولا يمشيو هما يتسوقوا في الاسواق ديال المدينه ولا يمشيو للشواطئ نتاع الاقليم اللي خارج المدينه ولا المآثر التاريخيه تاع السياحه. تقدر تنتعش من هذا النقل الحضري والشبه الحضري. السائح يقدر يجي للصويره وبغى يمشي يشوف السوق نتاع سوق الحاد ولا الاربعه تي دوغارد، ولا يمشي لزياره المآثر التاريخيه اللي كاينه في الاقليم نتاعنا، بلا يحتاج يدي السياره نتاعو، يمشي في نقل الترونسبور اون كومون. وكاين ايضا اللي خدامين عليه هو واحد النقل اللي كيحترم البيئه، والنقل بالكهرباء دي ترونسبور دي بوس الكتريك، اللي غادي نتمنوا غيتعمموا، ما يمكنش يتعمموا على كل شيء، ولكن الجماعات اللي قراب يمشي لهم لو ترونسبور اللي بالكهرباء، غادي نحافظوا على الطبيعه. وزعما هذا هو لو نوفو كونسيبت دابا اللي كاين في مدن اوروبيه ولا مدن في الولايات المتحده ولا في كندا. ونتمنوا التصويره يكون عندها واحد النقل الكتريك، لما لا زعما الجماعات اللي خرب، لان هو الثمن تاعو تيكون باهظ شويه ولا ما يقدرش يفوت واحد الكيلومتراج، على ما اظن ما يقدرش يفوت واحد 150 ولا 200 كيلومتر. دونك نتمنوا هاد الجماعات اللي قريبه تاهو نستافدوا من هذه التجربه اللي داروها دول اخرين كالمانيا كفرنسا، لما لا صوره تستفد من هذا النقل بالكهرباء، واحد النقل اخضر اللي كيحافظ على الطبيعه وما كيلوثش.